السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم أو حلقاتكم الجوكر، والحلقة رقم 189 من برنامج نعم أستطيع. نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوال تليها أفعال. النهاردة حلقة مميزة جدا 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 لأنها جولة داخل قرية سيمبو الكبرى مركز زفتة محافظة الغربية، ويمكن دي قريتي أنا الشخصية، وبفتخر جدا وأقول سيمباوي وأفتخر. والقرية مسقط رأس الدكتورة سميرة موسى، أول عالمة ذرة وبنت قرية سيمبو الكبرى التي اغتيلت سنة 1952. يمكن دايما بنشكرها بالخير، ودايما هي قدوة ومثل أعلى لكل شخص سيمباوي، لكل شخص بيحب بلده وبيحب يكون حاجة كويسة أوي. طيب أنا عايز أقول حاجة كويسة جدا النهاردة، أن أنا بقول أنا عامل جولة في قرية سيمبو الكبرى. يعني إيه جولة في قرية سيمبو الكبرى؟ قريتي بصراحة أنا هتكلم عنها النهاردة كلمتين، ومعايا بعض الصور عايز أعرضها يا ريت. القرية دي يمكن أول ما بدأ الوباء كورونا بدأت الناس تستجيب، وبدأت الناس تعمل حاجة كويسة قوي، وبدأ شباب قرية سيمبو الكبرى عن طريق شباب حزب مستقبل وطن يعقموا القرية ويشتغلوا عليها كويس جدا جدا جدا. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن بعض رجال الأعمال المحترمين بدأوا يدعموا ماديا، وبدأوا يجيبوا كلور، وبدأوا يدفعوا مصاريف بعض المصاريف، وزي شايفين الصور على الشاشة الشباب نزلوا متبرعين وتبرعين بجهدهم مع فلوس رجال الاعمال، وبدأوا يرشوا القريه يوم ورا يوم ورا يوم. القريه بقت كويسه جدا يوم ورا يوم، مفيش حاله ولا حاله كورونا عندنا الحمد لله، شهر ورا شهر. وفجاه توقف الرش، فاستغربنا ليه يا جماعه توقف الرش؟ قالوا والله توقف الدعم. فعملت حلقه من يومين قلت يا جماعه اين رجال الاعمال؟ اين رجال الاعمال قريه سيمبو الكبرى عشان يدعموا القريه؟ لان حصل حالات وفاه في قريتنا للاسف الشديد، بعد ما كانش فيه ولا اصابه أصبح الإصابات بالأربعين والخمسين والستين كمان، أكتر من 6 حالات وفاة. كل يوم بنسمع ندى المؤذن أو الجامع بينادي ويقول توفت إلى رحمة الله تعالى. أصبحنا بنفقد الناس بسبب عدم وعي أولا، مفيش خلاف. ثانيا إن إحنا شوية بدأنا نتكاسل. ثالثا وده الأهم، إن إحنا عايزين وقفة رجالة زي ما بيقولوا. الحلقة سمعت كويس، وكلمني بعض رجال الأعمال وقالوا إحنا مستعدين نساهم بأي حاجة قريتنا تحتاجها، احنا بنحب بلدنا جدا بس مش عارفين بالظبط نعمل ايه، فعندنا مقترحات عايزين نعملها. عشان كده تواصل معايا الحاج صبري عماره والبشمهندس نبيل جرد وبعض الشخصيات العامه، المهندس عبد الحميد عامر وبعض الشخصيات العامه بقريه سيمبو الكبرى. قالوا احنا ممكن نعمل اي حاجه انتوا عايزينها، ولكن نحط خطه محدده مش مجرد مساعدات وخلاص، عشان يبقى الموضوع شكله واوضح وعلى ارض الواقع متميز جدا جدا جدا. اولا تاني بقول قريتنا مش هقول اني ضد او مع او فيها خلافات، ولكن وقت الشده دايما بيظهر الناس المحترمه. في مصر كلها يا جماعه وقت الشده بتظهر بصراحه، وقريتي احد القرى المحترمه جدا اللي بها كثير وكثير من القيمه والقامه والناس المحترمه الراسماليين المحترمين جدا جدا جدا. زي ما قلنا تواصلت معاهم والناس رحبت قوي قوي. عايز بس الاول قبل ما اخش في الموضوع النهارده واخد بعض مداخلاتي، عايز اشكر بعض من الشباب، مش هقول اسامي عشان ما حدش يزعل، ولكن كذا شاب فيهم محمود هيكل واحمد عادل فراج وشباب حزب مستقبل وطن، مجموعه شباب بصراحه هم الافضل. بقالهم شهرين متبرعين يوميا بجسدهم بجسمهم بيرشوا يوميا، والرش يا جماعه مش مجرد رش، ده مطور فيه خرطوم طويل بيمسكوه ويلفوه ويشيلوه ويلفوا البلد حته حته، موضوع مرهق جدا جدا جدا، ومع ذلك شغالين. طيب دلوقتي بقى هناخد اول مداخله معانا من احد اهم رجال سيمبو الكبرى، احد رجال الخير المحترمين اللي وعيت عليه من وانا عندي سنه، شايفه راجل من اعمال الخير او من الخيرين بتوع سيمبو. عنده مصانع غزل ونسيج في العبور، ودايما في كل رمضان بيوزع على كل بيت مهما كان غني او فقير قطعتين او 3 قماش. طلعت لقيته بيعمل كده بصراحه، فراجل خير بصراحه. من حوالي سنه بنى مدرسه ثانوي او اعدادي في قريه سيمبو الكبرى تكلفت 6 أو 7 أو 8 مليون جنيه على حسابه الشخصي بدون تدخل اي حد. اشكرك طبعا. ومعانا على التليفون الحاج صبري عماره ابن محترم من ابناء قريه سيمبو الكبرى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج صبري عماره المحترم ابن قريه سيمبو الكبرى، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبي، الله يسلمك. بتكلم لسه على الحاج صبري اللي احنا نشأنا من صغرنا كاهل القريه شايفينه دايما رجل خير ورجل بر ورجل احسان للبلد. وعايز اسالك دلوقتي الحاج صبري عماره، ما موقفك مما يحدث بقريه سيمبو الكبرى في ازمه كورونا يا فندم؟ يا استاذ وليد، احنا بنتابع موضوع الكورونا في القريه من اول ما ظهرت على مستوى العالم كله،
وكنا بنحذر باستمرار، وقعدنا كل يوم انا وشباب القريه وبتوع الحزب بنرش. انا برش يومين في الاسبوع، يوم الثلاث ويوم الجمعه من كل اسبوع بنرش القريه كلها بالمطهرات. تمام اشتغلنا شهرين، وبعد كده الجو لقينا ان قالوا ان فيه البلد ما فيهاش كورونا. لما ظهرت الكورونا في البلاد اللي حوالينا بدأنا نرش تاني، وظهرت الكورونا عندنا في البلد، فكان الناس من الناس المحترمه من دكاتره البلد زي الدكتور احمد نصره والدكتور احمد الصيفي والدكتور محمد لويندي بيتابعوا الناس الموجوده اللي عند المصابه، وعملوا لهم بروتوكول العلاج اللي موجود، واحنا بنديه دلوقتي كل مريض من مصاب كورونا اللي ما يستطيعش يجيب الدواء ما يجيبش العلاج بتاعه، احنا بنبعت له العلاج مع الكمامات الموجوده مع كل متابعته، والدكاتره ديت ما بياخدوش من المريض المحتاج اي كشوفات. حاج الصبري، احنا امبارح في المداخله امبارح مع بعض وانا بكلمك قلت لي ان انا مستعد ان شاء الله اعمل 50 شنطه علاج كامله. انا عملت فعلا ال 50 شنطه علاج حسب بروتوكول اللي بلغونا به الدكاتره الموجوده، و 2000 كمامه وبعتناهم ان شاء الله هيوصلوا النهارده على اهل الناس اللي محتاجين. خد بالك يا استاذ وليد ان احنا عندنا ناس هي اللي كانت فيها كارثه، السوق اللي كان موجود كانوا بيطلعوا الناس فيه وزحمه، احنا ما كانش عندنا، احنا كنا مسيطرين الموقف كاملا. اما لما خرجت الناس وحصل التجمع الكبير في كل يوم اربع، هو بدا الموضوع ينتشر وبيه اكتر. تمام. طيب سؤال اخير يا حاج صبري. سيمبو فيها رجال اعمال كتير جدا، هل ممكن نتحد ونعمل صندوق اسمه تحيا سيمبو غرارا على تحيا مصر ونبدا نحط والله له بقى؟ كل رجال الاعمال كل واحد بيعمل اقصى ما يمكن. في رجل اعمال من البلد دلوقتي بعت لهم طن كلور. تمام. وواحد تاني بيبعت لدكتور للصيدليات اللي موجوده في البلد اللي تعرفوه من المصاب، هو الراجل ما بيقولش اسمه، بيقول اللي تعرفه من المصاب اصرف له العلاج على حسابي. انا قصدي يعني يا حاج صبري، انا اقصد ان احنا نعمل صندوق ثابت لمواجهه اي ازمه مستقبليه او لسطور قريه سيمبو الكبرى يا فندم. والله ده فكره ممتازه، واحنا نبارك الموقف ده ونتولى. بالنسبه لي انا كراجل يعني انا اكبرهم سنا، فهعرض الموقف ده على رجال الاعمال زمايلنا الموجوده. انت ولدنا العزيز يا حاج صبري. طبعا الخير كتير. طبعا يا حاج صبري انت ولدنا العزيز وابونا كلنا، واول من بتسبق في عمل خير، وكلنا بنقتدي بيك يا فندم. اشكرك يا حبيبي. اشكرك ونزورك قريبا في مصنعك، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه لقريه سيمبو يا فندم. اشكرك يا فندم. ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله. شكرا يا حاج صبري، اشكرك يا فندم. يا أهل سيمبو، ده أحد رجالكم المحترمين وأبناء القرية اللي تطوع بفكر جبار، ومن بقول لكم من 30 سنة أو من 40 سنة أو عليه ألاقيه بيعمل شغل كويس قوي بصراحة. بصراحة وشهادتي مجروحة عشان من القرية، ولكن بصراحة أنا ببرز النهاردة شخصيات قرية سيمبو الكبرى المحترمين، وبنزلك احتراما يا فندم، احتراما يا فندم. راجل خير، راجل بر، وأتمنى على غرارك يأخذ قدوة كل رجال الأعمال بقرية سيمبو الكبرى. طيب هنكمل شغلنا على ما نحضر مكالمة رقم 2 ونقول سيمبو محتاجة ايه. انا فكرت من فترة في فكرة نعمل صندوق اسمه تحيا سيمبو. تحيا سيمبو عبارة عن صندوق لرجال الاعمال يحطوا فيه مبلغ شهري ثابت ما لناش دعوة بيه خالص، لحد ما يتخزن في الصندوق رقم كبير وليكن مليون اتنين زي ما يكون بالظبط من زكاة المال. انا بقولش ان هو هيبقى مشروع لاهالي سيمبو الكبرى، ممكن نعمل بيه شوية حاجات كويسة قوي قوي في القرية. ممكن نشوف الناس العطلة، مش هنشغلهم لا، هديهم قروض بسيطة بمشروعات ذات 10000 جنيه بدون يا جماعه فوائد على 10 سنين، يعني ياخد 10-15 ألف جنيه من الصندوق شاب قريه سيمبو الكبرى بس يعمل مشروع داخل القريه، والقرض ده يا جماعه يسدد على 15 سنه او 10 سنين وبدون اي فوائد. كده انتوا عملتوا خير بجد يا اهل قريه سيمبو الكبرى المحترمين الافاضل الاغنياء، كده انتوا بتعملوا خير بجد. صدقه جاريه مش مجرد 100 جنيه صدقه شهريه. انا عارف ان اقل واحد فيكم بيدفع في الشهر في سيمبو 10-15-20 ألف جنيه تبرعات، وده بيحصل واشهد لكم بده، ولكن محتاجين التبرعات تكون بطريقه مقننه اكتر. انا مش ضد عمل الخير ان انا ادي الواحد 100 جنيه، ولكن هي سمكه انا عايز اديله صناره
وعلمه ازاي يصطاد، لا تعطيني سمكه ولكن اعطيني سناره وعلمني كيف اصطاد. دي احد الافكار الاولى اللي ممكن صندوق تحيا سيمبو يتبناها وفي القريب العاجل مبلغ مالي محترم ونشتغل عليه. طيب هنخش على الشخصيه الثانيه النهارده، احد اصدقاء سيمبو المحترمين وبسميه زعيم شباب الخير في سيمبو، شخصيه جميله رائعه متميزه، صديق الخروق الرياضي المحترم ابن قريه سيمبو الكبرى الاستاذ ياسر بهيج. الو استاذ ياسر. الو ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك حبيبي استاذ ياسر واخويا الكبير وفخر سيمبو وزعيم شبابها في الخير يا رب. الله يخليك ربنا يعزك يا باشمهندس وليد. تواصلنا امبارح بخصوص الوباء كورونا المستجد في مصر كلها وفي سيمبو، وبصراحه اسلكت صدري بكلامك، ويمكن سبقك في المكالمه دلوقتي الحاجه صبر عماره احد الشخصيات المرموقه في سيمبو، وحضرتك من الشخصيات المهمه جدا واللي بتعمل خير، فعايز نعرض مع بعض اللي احنا تداولناه امبارح تعرضه للجمهور كده ونقول ممكن نعمل ايه لسيمبو الفتره دي. والله هو مش اقتراح ولا فكره، هو يعني حاجه نفسها تتنفذ بالفعل. احد رجال اعمال المحترمين ابن من ابناء سيمبو اقترح ان احنا نعمل اعاده تاهيل وتجهيز مستشفى سيمبو الكبرى من جديد على نفقتهم الخاصه، كل ما تحتاجه من اساس وكل ما تحتاجه من اسره ومعدات، بس يصدق دوت خطوه من الدوله او من وزاره الصحه بالتحديد ان هي توفر طقم طبي يشغل المستشفى. تمام. حتى احنا كنا بنتكلم في المبلغ المتاح، قال لك كل ما يلزم، احنا مش هنعمل زي بني اسرائيل، احنا كل ما يلزم المستشفى. احنا لو قلنا 20 30 50 الف ممكن يتعدى اكتر من كده بكتير. تمام. هو الالتزام ان هم هيجهزوا المستشفى اللي تحتاجه هيتعمل بجهود ذاتيه. بس قبل الموضوع ده كله لازم يكون في طقم طبي يدير المستشفى. لان هي لو جهزت ما فيش طقم طبي انت ما عملناش حاجه. وقبل كده طبعا كلنا عارفين موضوع اجهزه الغسيل الكلوي. تمام. حاج صبري عماره الله يرحمه، الحاج غريب عماره مهندس، مش عاوز اذكر اسماء ثانيه بقى احنا بنتكلم ايه، عشان الحاج غريب يعني يستحق ان احنا نفتكره بالرحمه يعني. بالعكس والله انا شايف انك تذكر الاسماء عشان يبقوا قدوه للناس والناس تعرف والناس تعمل زيهم. هم مش حابين، انت عارف انا اقصد مين بالتحديد. تمام. ماشي، انت شخصيا انت عارف. انا هذكر انا عنك يا فندم المهندس المحترم نبيل جرد ابن قريه سيمبو الكبرى، الراجل الخير، راجل الخير بصراحه محترم، انا اشهد له ويشهد الجميع له، ولكن زي ما قلنا لازم نحط قدوه للناس عشان الناس تعمل زيه، مش عيب على فكره الكلام ده، بالعكس. هو الراجل الفكره ديت هو قالها من بدري قوي، بس احنا للاسف احنا تواصلنا مع ناس ما عندهمش، خطوتهم ضيقه شويه من بدري، فاحنا بنتعشم خير فيك، وفي برضه ناس كتير في البلد بيقدروا يتحركوا، عندك الاستاذ شحات ممكن يتحرك معاك، عندك الاستاذ طارق ممكن يتحرك معاك، يعني الموضوع ده يتعمل يعني عاذرهم امبارح، مش عاذرهم بكره، لان احنا في اعز العوز والحاجه ان ما يبقى عندنا مستشفى في الوقت اللي احنا فيه دوت، وتتعمل مستشفى تبقى ده مستشفى عدل تخدم البلد ومجلس قرى وسيمبو بالكامل، مش هتبقى على قد سيمبو بس. تمام. يعني الناس ومش هنخش في حته المناقشات والممارسات، احنا هينفذوا بالفعل يعني تحت اشراف ناس من البلد. بس اللي اهم من ده كله ان يبقى فيه على الاقل دكتور يشرف على الناس اللي موجوده في المستشفى. تمام. مستشفى بدون دكاتره يبقى مالهاش قيمه. ان شاء الله بعد الحلقه نرتب يا فندم ونتكلم مع المسؤولين، وان شاء الله نبدا نحط التبرع ونبدا نقول للناس احنا هنعمل شيء مميز ان شاء الله يا فندم. ربنا يوفقك. شرفتني ونورتني اخويا وصاحبي وحبيبي الاستاذ ياسر بهيج زعيم شباب الخير بقريه سيمبو الكبرى. شكرا يا فندم. شكرا. زي ما وريناكم النهارده بعض الاشخاص المحترمين ابناء القريه الافاضل بقريه سيمبو الكبرى. الخير يا جماعه لا له مله ولا له دين، له حد عايز يعمل خير وخلاص. النهارده الحاج صبري عماره مبادرته، استاذ ياسر بهيج مبادرته، واهل سيمبو من وراهم ان شاء الله مبادرين. دايما بادروا بالخير. كن ذا اثر. كن ذا اثر وغير في الناس وقول انا انسان اذا انا ايجابي. ما تدفيش راسك في النعام وتقول في النعامه، في راسك في الرمل وتقول ماليش دعوه. تقفل بابك عليك وتقول انا ماليش دعوه. اوعى. هتزعل قوي لما واحد قريبك يموت ولا صاحبك يموت وتقول يا ريتني كنت ساعدت، يا ريتني كنت اتحركت. دايما بنشتغل بعد الفقدان. دايما بقول لكل واحد من اهل القريه اعمل اللي عليك. مش شرط بفلوس على فكره. في واحد تطوع بجسمه بشويه كلور بدعوه حلوه يا اخي لا تتنمروا على الناس. اهدوا يا جماعه شويه، يا اهل قريه سيمبو الكبرى وكل قرى الجمهوريه، بلاش الزيارات، بلاش الافراح اللي بقت شغاله اليومين دولت، اما حد يموت حتى بلاش العزاء، انا ما بقولش اني ضد ده، ولكن الوباء ده سريع الانتشار جدا، سلبيتنا واستهتارنا بتودينا في داهيه،
اتمنى ناخد بالنا، لان احنا فعلا نستاهل نعيش، عشان احنا فعلا بني ادمين محترمين وكويسين، وان شاء الله ربنا دايما او دايما خلقنا لهدف، وسنؤخذ لهدف، لله ما اعطى ولله ما اخذ. عايزك تروح لربنا وانت محقق هدفك في الدنيا، وانت عامل شيء ايجابي على ارض الواقع، وانت بتفيد الناس صح، مش وانت محبط ولا يائس ولا مشمئز. كن ذا اثر، كن ايجابي، خد يكونك بربنا صح، ارضى بيه، اصبر على بلائه، حاول تساعد نفسك وتقول انا انسان إذن أنا إيجابي. المخرج بيقول لي امشي، بس أنا مش همشي لسه، قاعد له كمان دقيقتين. عايز أقول حاجة جدا، بشكر قناة الصحة والجمال بصراحة، من مجلس إدارة كامل متكامل، من الأستاذ عبد الحميد لحد أصغر حد، صراحة ترحاب وشغل كويس، مفيش ثغرة في الشغل، المخرجين والإضاءة والفي تي آر والبلاي أوت والمصورين والصوت، كل الناس هنا يا جماعة، بصراحة قناة محترمة جدا جدا جدا، شغلنا صح قوي. قناة الصحة والجمال قناة لها عمر ولها باع طويل، نتمنى دايما نكون في الصدارة والمقدمة. برنامج الجوكر ونعم أستطيع بيخرج من رحم القناة دلوقتي وبيقول دايما موجودين. النهاردة 189 حلقة من برنامج نعم أستطيع، الحلقة 6 من الجوكر، ونقول دايما احنا موجودين. أي حد عنده موهبة، عنده مشكلة، عنده مبادرة، عنده أي شيء عايز يعرضه، بابنا مفتوح وأرقامنا على الشاشة قدامكم. كلمونا، هتلاقونا دايما الدعم والظهر والسند بعد ربنا دايما لأي حد. بنحاول نتجول المحافظات ونعرض مشاكل وسلبيات، وبنحاول نحط حلول إيجابية، وإحنا مع البلد ومع رئيسها دايما ومع حكومتها قلبا وقالبا، مع الرئيس وكل قراراته بنأيدها، أي قرار مهما كان إحنا وراه، هو أولي الأمر وهو أولى إن إحنا نبقى وراه، مش عايزين لا معارضة ولا مفيش حاجة اسمها أصلا لفظ معارض. كلمة معارض دي يا جماعة كلمة غلط أصلا في البني آدمين، مش عايز اسمها معارض، ممكن أكون مدعم، ممكن أكون مناقش، ولكن معارض كلمة أصلاً ساقطة من القاموس. بلدنا لازم نقف وراها، وقت المحنة نقف، وقت الوباء نقف، نحارب الإرهاب نقف، ندي الإخوان على قفاهم برضو نقف. إحنا وراك يا ريس، انتخبناك ودعمناك وإن شاء الله مسيرة ناجحة، وإحنا وراك ونعدي الأزمة دي للأسوأ الأسوأ على مستوى العالم، ولكن الحمد لله راجل محترم يقود البلد. شفت لك فيديو امبارح للريس كان بيتفقد أحد المشروعات، هو ماشي في الشارع لقى موتوسيكل واقع يا جماعة، موتوسيكل واقع وعليه شابين، نزل اطمن على الناس وبكل شياكة، ودي الأبوة يا جماعة والله، مش فيديوهات مفبركة والله، فيديوهات واقعية على أرض الواقع في الشارع، موكب رئيس من 4-5 عربيات بدون روشة، حاجة كويسة جدا جدا للرئيس، تحسب له دايما ابن بلد أصيل، قدوة ومثل أعلى وأب للجميع وقدوة ليا شخصية. عايز أختم حلقتي، أختم يا مخرج، أختم يا مخرج حاضر. عايز أختم حلقتي بجمل الشهيرة وأقول: واحد، تفاءلوا بالله خيرا، تفاءلوا بالخير تجدوه. 2، لا شيء مستحيل. ليه؟ إن الله على كل شيء قدير. ما بين الكاف والنون يوجد رب يقول للشيء كن فيكون. سيدنا علي بيقول: كل متوقع آت، كل متوقع آت، فتوقع ما تتمنى، شرط الصبر والسعي والاجتهاد. ربنا بيقول: إن لله عبادا، إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأخيرا وليس آخرا، كلمة الشهيرة وما قلت الشهيرة: احلم وصدق حلمك، احلم وصدق نفسك، وقول يا رب يا رب يا رب، أكيد هيديك. خلصت حلقتي، وأشوفكم دايما على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.